من جانبه دعا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، دعا خلال كلمته في مؤتمر كوب 28 المجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على التغيرات المناخية في الدول التي تعاني من ويلات النزاعات والبلدان النامية. مثلما أن تأخير التغير المناخي لا يحدث في معزل عن التطورات الأخرى، فإن استجابة أي بلد لا يمكن أن تنجح بمفردها. لقد بيّنت لنا الحصيلة العالمية أن عالمنا لا يزال متأخرا كثيرا في تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس. وبينما نعمل على تعويض الوقت الضائع والتقدم إلى الأمام، لا يمكننا أن ننسى الفئات الأكثر ضعفا. علينا ألا نترك المجتمعات التي تعاني من الصراعات ومجتمعات اللاجئين والبلدان النامية وحدها في مواجهة مشكلة عالمية كهذه. كما لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما الدمار الهائل الناجم عن حرب قاسية في غزة يهدد المزيد من الضحايا ويعيق التقدم نحو مستقبل أفضل. فالأجيال الحالية والقادمة ستقوم بمحاسبتنا.